السلام عليكم ورحمة الله بنغلاديش باي باي قلت الحاجة أنا بقى أيا نكملوا يا الجزائريين في سلسلة فضح هذا الخنزين تاع المغرب، فضح التاريخ الأسود تاعهم، فضح خياناتهم وفضح نسائهم ليس بالأكاذيب وإنما بالحقائق. أنا نواجهك يا المغربي بالحقيقة، سمعتي يا فاتحة ولا ما سمعتيش؟ سمعتي؟ هاكي بوسي لي يدي قبل لك. وانا خاطية، هما اللي دناو للتاريخ تاعنا، هما اللي دناو لشرف الجزائريات، اما لذوك نعتو لكم مليح وش يسواو الجزائريين. وصحاب طاوة طاوة هادو والله ما يحشموا، يجيو في التعليقات يعني بكل برودة اعصاب ويقول لك طاوة طاوة حنايا وعلاش راك دير في الفتنة، اي فتنة تتكلم عنها؟ سمع انت يا صاحب طاوة طاوة، عادي انه يجيك مغربي ويلصق لك يعني اكاذيب في التاريخ تاعك ويقيس لك الشرف، عادي عندك ولا كيفاش؟ انا ما نسكوتش، انا ما نسكوتش، اذا انت بارد على بلادك انا مانيش بارد على بلادي من الاخر. بالخصوص الشرف، خط احمر، خط احمر. وانتوما يا المراركه اللي جيوني في التعليقات وعلاش راك دير لنا كيما هكذا وعلاش وعلاش، ايه ندير لك كيما هكذا ونزيد ندير لك اكثر من هكذا، اما لا غرست لنا وبرك. وفوق هذا جماعة طاوة طاوة والمراركة اتحدوا ولو يسنيالوا الفيديوهات، حتى الفيديوهات وليت بالسيف باش نطلعهم في اليوتيوب. إما لانتم يا الجزائريين اوقفوا معايا، اهبط لتحت خويا، ما راك خاسر والو من وقتك، ما راك خاسر والو، خلي لايك للفيديو هذا وخليوا ايضا افتخاركم بالجزائرية تاعكم في التعليقات. مباشرة نروحوا نفضحوا التاريخ تاعكم وخياناتكم للجزائر. خي دايما تقولوا لنا عاوننا الجزائر في الثورة ودرنا كذا وقدرنا كذا، اروح نزيدوا نفضحوكم اليوم يعني مليح مليح. شوفوا الفيديو هذا، هذا مصري، اسمعوا وش يقول حول خيانة المغرب للجزائر في الثورة تاعها. هيا. وحتى الامير حسن بعد كده الملك حسن كان دايما يقول لي وقال لي مرات كتير قوي، قال لي انا عندي حزب في اسرائيل، انا عندي 200 الف مهاجر مغربي من المغرب، من يهود المغرب راحوا لاسرائيل، وهؤلاء حزب مؤثر وبينهم من يحكم. بالفعل من قاده الاحزاب الاسرائيليه الكبيره جدا كان في كتير قوي من اصول مغربيه، كتير قوي 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 من اصول مغربيه. الامير حسن في شان الثوره الجزائريه عاوز الوصول لتسويه، في شأن الأسلحة اللي كانت رايحة للجزائريين في أتوس، في المركب أتوس واللي اتظبطت، هو مش مقتنع بهذه الأساليب، خايف جدا، عارف تأثير أو عارف التصور الفرنساويين بالنسبة للجزائر، وإنه الجزائر هذه مسألة غير قابلة للحل، مسألة غير قابلة للاستقلال على نمط ما جرى، أو نوع من الاستقلال على نمط ما جرى في تونس. أو راكم تسمعوا، هذا مصري يعني يعرف مليح التاريخ وعلى باله مليح بالتاريخ، ويعترف هذا المصري بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة يعني من العرب اللي جابت الاستقلال تاعها وخرجت خيرانصة بالسيف، خرجناها بالكف، خرجناها بالسقلة، ما كانش دولة عربية واحدة خرجت كاش احتلال غربي بالكف، ما كانش، كلهم خرجوا عن طريق وثائق تاع حماية من المغرب إلى تونس إلى غيرها من الدول. من الاخر في المغرب الملك أمير الحسن في ذلك الوقت انا اظن انه لم يكن بعيدا، سواء بقصد او بالتسريب، او بانه في براطه الفرنساويين لبراطه او في دائره مكتبه عرفوا بامر سفر قاده الثوره الجزائري. واظن انه الامير الحسن هو بالتحديد من اقنع السلطان انه يفصل، هو يركب طياره والجزائريين لحمايتهم ولكي لا يظهروا ياخذوا الطائرة الثانية، وهذا هو التغيير الذي حصل. لكن الأمير الحسن لم يكن بعيدا على الإطلاق عن عملية خطف قادة الثورة الجزائرية، وهو له في هذا منطق معين، لكن حصل خطف الزعماء الجزائريين وبدأ قدام الفرنساويين أنهم قدام فرصة من ذهب. راكم سمعتوا ولا نزيد نعاود لكم؟ سمعتم مليح يا المراركة باللي انتوما خنتوا الثورة الجزائرية، يعني هذه العداوة اللي بيناتنا، يعني هذه الشعلة اللي بيناتنا، ولا سموها كيما حبيتوا، ماهيش وليدة اليوم، ماهيش وليدة التطبيع برك، التطبيع كيما نقولوا زاد الطينة بلة. انتوما من بكري خوانا، من بكري ما تتعاشروش، من بكري الجزائري ما يشمش فيكم من الاخر. لانه راني هذه الايامات راني وليت نشوف واحد الفيديوهات تاع مراركة افتحوا الحدادة والجزائريين شفنا منهم غير الخير وما ربحوا لناش العيب وكذا وكذا، لا 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 لا، غير انساوها هذيك الحاجة، انساوها، الحدود مستحيل تتفتح، مستحيل. نزيد نديكم الفيديو اخر نفضح الخيانة تاعكم يعني
قبل الاستعمار خلاص، قبل الاستعمار الفرنسي. توما خونا من بكري، من بكري تاريخكم مليء بالخيانة، ومانيش أنا اللي نقولها، وإنما هذو الناس يعني المختصين في التاريخ اللي راهم يقولوا فيها. من مصري نصوتيو إلى سعودي واللي هو الدكتور محمد المسعري، اسمعوا مليح وش يقول. دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية. بروفيسور ومفكر سعودي يتحدث عن بعض الأمور، منها حقيقة بعض الأنظمة العربية، وذكر هنا المغرب والأردن، وكذا بعض الحقائق حول علاقة المغرب بالجزائر. هناك حقوق إسلام شرعية وقد ضمنها الإسلام، ولدينا بحث متكامل في هذا، ولكن ليس هناك حق العيش في بريطانيا أو حق العيش في الصين أو حق العيش في اليابان مكفول لكل إنسان بكفالة الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل مهرج، يعني هذا أسلوب تهريجي، لكن الذي أريد أن أهتم به المغالطات التي تورط فيها الأخ الدكتور محسن. أولا كلامه عن مجتمع المملكة مجتمع قبلي خطير إلى آخره، هذه من أساطير على سعود القديمة. القبلية انتهت في الجزيرة العربية جملة، وإن كانت هناك قبلية فهي في اليمن، وهذا اليمن على قبليته محتاج أن يجتمع على أسرة، ولا ليس بحاجة إلى أسرة، ولم يعد أحد في هذا العصر بحاجة إلى أسرة بحمد الله. ثانيا المغالطة بضرب النموذج النموذج الأردني والنموذج المغربي، هاتان دولتان يستحى من ذكرهما. الأردن ما هي إلا كيان. نقطة عد إلى السطر. سيد قال لك نستحي حتى نقول دولة المغرب، ما كنش دولة، زريبة، مجرد خونة. اسمعوا علاش يستحي هذا الشيخ. لحراسة إسرائيل كيان هزيل أنشأته بريطانيا، كل أحد يعرف هذا. والمغرب مسخ خارج عن النطاق الإسلامي من 4 قرون، وكان دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية. فليس هذا بالنموذج الذي تضرب إليه آباط الإبل للأسف الشديد. نعم هناك محاولات، ولا شك للشعب هناك بدأ يعي ويتنبه إلى واقع الأمر، وبدأت محاولات التغيير، وستأتي محاولة تغيير رغم أنف النظام الأردني ورغم أنف النظام الحسني المزعوم في المغرب وكذلك في الجزيرة. محمد المسعري معارض للنظام السعودي ومفكر إسلامي، يحمل شهادة الدكتورة في الفيزياء النووية من جامعة فرانكفورت بألمانيا، مقيم في لندن، ومؤسس وأمين عام حزب التجديد والناطق الرسمي له، شارك في العديد من الندوات راكم تسمعوا، يعني ما هوش إنسان هكذاك كان يدور في الشارع ولا يكريتيكي فيكم ولا يسب فيكم ولا لا السيد حياته كامل قراية، حياته كامل هو يراجع في التاريخ ويقرأ ويعود في التاريخ. الاستنتاج اللي خرج به أنكم مسخ، أنكم عبارة عن مسخ. نقطة عد إلى السطر، ما تصلحوش، ما كمش ناس تعشرة، ما تتعاشروش انتوما، ما تتعاشروش يا المراركة، انساوها فتح الحدود، غير انساوها. هاي الخيانة تاعكم، هاي الخيانة تاعكم، كل يوم عقابكم وكل يوم فضيحة جديدة. والله غير نفرجكم للجزائريين، كل يوم فضيحة جديدة، نخليكم تبكيوا وتقول يا ليتنا ما خلطناش في الجزائريين، ويا ليتنا ما خلطناش في شرف الجزائريات، لانه هذيك هي الحاجة اللي شعلت النار مليح. ايا يا فتيحة، شوفي زبلت التاريخ تاع بلادك وراحي ترقدي، ايا راحي تنني. ايا في لما خاوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.